سعداء أنا وزملائي في السفارة الجزائرية بإقامة هذا الاحتفال، ودعوة كل الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية في تونس وبهذه الكثافة، كما عودتنا وعودنا إخواننا سنويا بحضور الكبير والشخصيات الوطنية الأخرى والمسؤولين والشخصيات التاريخية أيضا والمثقفين كما قلت والإعلاميين، وبالحضور المكثف أيضا لوسائل الإعلام وحضوركم على هذه التغطية وهذه المتابعة وهذه الذكرى كما قلت في الكلمات العزيزة على الشعب الجزائري في الصوت على أعزيز على الصوت المغرب العربي والأمة العربية جميعا. أحيي الجميع في هذه الليلة، ليلة اندلاع الثورة الجزائرية في غرف نوفمبر 1954، وها نحن نحتفي بذكرى 62 الجزائر مستقلة حرة أبية شامخة. كنا جينا هنا باش نهنيو الشعب الجزائري الشقيق قلت أنه منذ ذلك الحين وقبل ذلك ارتبط مصير الشعب الجزائري بمصير الشعب التونسي، هذا الشعوب قاسموا ثقافة مشتركة وعلاقات كبيرة مشتركة، وأحنا كرؤساء حكومة وكسياسيين مطالبين بتكريس إرادة الشعوب ورغبة الشعوب في مزيد توطيد على قبرها. إن شاء الله كل عام وهو بخير وإحنا بخير وإحنا كذلك معهم بخير، فهمتوا؟ لا، التعاون مع الأشقاء الجزائريين كما قلت لكم أنا نحكي كان على شيء اللي خليته، فهمتوا؟ لا، تعاوننا كان في أرفع وأعلى مستوى، وكما قلت لكم قبل الأخ عقيد الملحق العسكري قلت له يوصفوا العلاقات هي علاقات أخوية، احنا كانت أكثر من أخوية، كانت علاقات صادقة. إذا نعرفوا كلمة صادقة برابور أخوية توا نعرفوا معناها وين نضعوا العلاقة اللي كانت تربطنا ولا زالت. أنا حسب علمي وحسب ما نعرفوا اللي هي ما زالت ودعمت مع الأشقاء والإخوة في الجزائر، لأنه أمننا واحد. ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر، ثورة نوفمبر اللي حارت الجزائر ولكن ألهمت كثير من الشعوب الحربية في وشعوب العالم في طريقها في خلق ثورة ونهاية الاستعمار. تونس والجزائر بلد واحد، أمن واحد، شعب واحد. التعاون الأمني والتنسيق الدبلوماسي والعلاقات بين تونس والجزائر علاقات كبيرة، أكيد لابد من تدعيم من الناحية الاقتصادية اللي هو ممكن تطورها ما كانش بالشكل اللي يأملوه معناها البلدان الزوز والشعبين الزوز والحكومات المتعاقبة في تونس والجزائر. هذا يعمل نعمله ناس كل، فما عديد المسائل اللي لابد تطورها اعتمد عليها. شخص يوسف الدماء التونسة والجزائريين اختلطت، الجزائريين هم أول أو ثاني معناها وافدين على تونس، كثير من الصناعيين التونسة موجودين في الجزائر، فما عمل كبير تغنى الناس كل باش ندوروا على الأرض. شعب هني وشعب الجزائري اللي هو شعبنا والحكومة الجزائرية والرئيس بوتفليقة كذلك والجيش الجزائري، وأنه اليوم احنا عنا مصير واحد، احنا عنا معركة وجود واحد احنا وشعب الجزائر. انا بالنسبة لي انا اليوم انا في 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 في, في داري وفي بيتي، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر وربي يبقى علينا الستر في المنطقة تاعنا. شابك اكثر من اجل مقاومة العدو، عدو التخلف و مقاومة بقايا الاستعمار، مقاومة الإرهاب الذي يتعرض له الشعبان، والجزائر حققت فيه نجاحات عظيمة نحن اليوم نستفيد منها. و
ونوجه التحية لشعبنا لأشقائنا في الجزائر على ما بذلوه في مناصرة الثورة التونسية وما يبذلونه في مناصرة الانتقال الديمقراطي التونسي. شكرا للجزائر الشقيقة. الاتحاد عنده شغل منذ انطلاق الثورة الجزائرية، كان عنده موقف وهو الوقوف مع الجزائر الشقيقة بكل الإمكانيات المتوفرة معنويا وماديا وحتى على مستوى العلاقات الدولية. وكان حتى مقر الاتحاد العام لعمال الجزائر مقره في بصحة محمد علي مقر الاتحاد حاليا، وكان الاتحاد مد في الثورة الجزائرية بكل الإمكانيات، وأحمد السيدي كان ساهم وكان هو يتقبل الجزائر وبالمقاتلين وبالأسلحة وبالمؤونة للثوار الجزائريين وجبهة التحرير الجزائرية. ومن ذلك التاريخ عندنا تاريخ مشترك بين وبين الجزائر في المسائل التي خصت حرب التحرير، فنحتفل كل سنة بثورة نوفمبر المجيدة للشعب الجزائري. بالمناسبة هذه نتمنى إلى الاستقرار والازدهار للإخوة في الجزائر ومزيد التألق ومتانة العلاقات المشتركة بين الجزائر وتونس.